ليها تجربة مع مؤسسة أنا ليند فاونديشن في برنامج دورك اللي هي الاكستشينج، وهو قائم على أساس فكرة مشروع للتوأمة. فكرته إن ما بين منظمتين للمجتمع المدني أو مؤسستين بيتفقوا مع بعض، لأن يعني أحد الأفراد العاملين في هذه المؤسسة بيسافر للعمل داخل المنظمة الثانية، وفرد من المنظمة الأخرى يجي في يعني حالة من التبادل ما بين المنظمتين. في الحالة بتاعتي اتفق مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية مع المعهد البولندي للدراسات الدولية على اني يعني انا سافرت في شهر ابريل 2013، واحد الباحثات جت من المعهد البولندي اشتغلت في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية. كانت فرصة مهمة بالنسبة لي جدا، وبالنسبة يعني مجال تخصصي في دراسة المرحلة الانتقالية ما بعد يعني الثورات والتغيرات وكل ما يتعلق بها من موضوعات زي العدالة الانتقالية وكتابة الدستور وإصلاح المؤسسات والمصالحة الوطنية وكل الموضوعات اللي بتثار في مصر وفي المنطقة العربية اللي مرت بمرحلة التغيرات أو الثورات. في بولندا كان في عندها من سنة 89 تجربة رائدة في التحول الديمقراطي في إطار موجة أو الموجة الديمقراطية الثالثة، واحنا في الوطن العربي المفروض ان عندنا دلوقتي او احنا بنمر بمرحله موجه رابعه من موجات التحول الديمقراطي. كان بالنسبه لي في فرصه مهمه جدا ومفيده جدا اني اطلع على هذه التجربه من الداخل، مش بس من كتب او مقالات او ابحاث، ولكن من الداخل. وعملت مجموعه من المقابلات مع شخصيات سياسية ونواب برلمان وناس أكاديميين وكلموني عن هذه التجربة، والأهم من كده فرصة السفر وفرصة إنك بتعيش في مجتمع مختلف وحضارة مختلفة فيها مجموعة ضخمة من الاستفادات، لأنه التغييرات مش بس في القمة أو في تغيير الحكومات أو في رأس النظام، ولكن التغيير الأهم في التحول الديمقراطي على مستوى المجتمع. فمن المهم جدا أن يحصل هذا النوع من التبادل ما بين مواطنين أو باحثين أو مفكرين من دول عربية لدول أوروبية، ويعني نرصد فيها بعض ملامح المجتمعات الأوروبية والديمقراطية وشكل المواطنين في مجتمع ديمقراطي، وليس فقط شكل المؤسسات وشكل نظام الحكم والقضاء، ولكن الأهم أيضا شكل المجتمع أو شكل المجتمع الديمقراطي والمواطنين داخل هذا المجتمع الديمقراطي. وأعتقد أن البرنامج ما زال يعني مستمر وفي مرحلة ثانية شغالة دلوقتي، وفي مرحلة ثالثة بيتم التقديم ليها. وأنا أعتقد أن التجربة يعني مهمة جدا وثرية جدا.